أكيد المبادرات الشبابية الخيرية ما في أحلى منها، وخاصة بشهر الخير. ورح نطلع أكثر عن فيونكات شو هي مع حضراتكم. أهلا وسهلا فيكم صبايا، رمضان كريم. الله يرحمه، ينعاد ينعاد عليكم عليكم. يا رب. أهلا وسهلا سالي. لا أنا ريم. أنت ريم وأنت أنا سالي. سالي. ريم، خلينا نبلش من عندك ونحكي عن هذا المشروع أو هي المبادرة يلي مطلقينها. صباح الخير اهلا وسهلا. صباح ورمضان كريم، النور. ينعاد عليكم يا رب. وعليك. هلا نحن كفريق بشكل عام هو فريق تطوعي شبابي، نشأ هيك بهمة شباب وصبايا، ما نو تابع لأي جهة وما نو ممول من حدا، حبوا يكونوا موجودين على الأرض. طبعا في فعاليات سابقة كتير، تقريبا صرنا سنة ونص على الأرض متابعين أغلب المناسبات والفعاليات. حاليا بشهر رمضان نحن عندنا فعالية بادر بالخير ضمن مبادرة لقمة صايم. عم نقدم وجبات للفطور ضمن الامكانيات طبعا اللي بنقدر عليها. كل يوم عم تتوجه لجهه معينه هي الوجبات، يعني يوم كان مخصص للاطفال، يوم لعمال النظافه، يوم للاجهزه الامنيه، لرجال الشرطه اللي موجودين بفتره الحظر. تعبير شكر لهم عن تعاونهم معنا. سالي، خلال الشهر رمضان الكريم كثير هي المبادرات يلي هي يمكن تتشابه قليلا مع مبادرتكم، خلينا نحكي عن اعداد المستفيدين يلي عم بتكون بالمبادره اللي حكت عنها ريم. طبعا نحن في عنا عاملين احصائيات كامله عن العائلات المحتاجه، يعني نحن عم نوصل لهم كل يوم لبيوتهم، بالاضافه لكل يوم عم نمشي على نظام معين، يوم عم نعطي لعمال النظافه، يوم عم نوصل لهم للبيوت، يوم عم نعطيها الأجهزة الأمنية. الفرق بين مبادرتنا ومبادرتكم والمبادرات الثانية تماما، نحن غير تابعين لجهة، وبالإضافة لأنه نحن ما عندنا سبونسر أو تمويل، نحن تمويلنا ذاتي، فعم يكون من رسم الاشتراك تبع المتطوعين شو بنقدر عليه عم نحاول نقدم. نعم. ريم، خلينا نرجع ونحكي عن المشاركات والداتا يلي بتجمعوها لحتى يمكن يوم عن يوم هي بتزيد. مين عمين بتعتمدوا؟ أي الناس المحتاجة أكثر؟ مين الجهات يلي بتتوجهوا لها لحتى يمكن تدعمكم بداتا الأسماء الناس اللي بحاجة؟ هلا اول شيء نحن فيها تواصل مع وزاره شؤون العمل بالاحصائيات الموجوده موجوده عندها لهي الناس، بالاضافه للاحصائيات اللي قام فيها الفريق. يعني نحن تقريبا عملنا مسح بسيط، كل متطوع ضمن منطقته وكان مسجل الداتا بحسب احتياجات عدد العائله، اسر الشهداء، المعاقين. يعني كان في عندنا عملنا تقاطع بين الداتين وشفنا اللي يعني اللي هو بحاجه اكثر. هي اول شيء. ثاني شيء دائما عم يوصل على بريد الصفحه حالات معينه، يمكن انتم متابعين على السوشيال ميديا ولا على الفيسبوك، دائما عم بيكون في حالات جديده عم تنشر بشكل كبير. احيانا عم يوصلنا هي الحالات اللي عم نقدر نعالجها نحن ضمن الفريق بشكل مباشر، عم تتعالج، اللي ما عم نقدر نعالجها عم تتحول للوزاره او لجمعيات ثانيه هي اقدم منا واقدر لانه تتابع هي المواضيع. سالي، خلينا نحكي على المساعدات، كيف عم توصل لبيوت الاشخاص؟ يعني في مبادرات معينه اجتمعت مع مبادرات لتساعد بتوصيل الوجبات فينا نقول او المساعدات اللي هي شو ما كانت تكون، كيف عم تنظموا هذا الموضوع؟ تمام. هلا نحن ما نحن فعاليتنا لحالنا، ما معنا اي حدا، مستقله، فلهيك عم نتعاون مع المتطوعين، نقسمهم كمجموعات وكل مجموعه بتطلع بتوزع على المناطق المعينه اللي احنا ضمن الامكانيات اللي احنا حاطينها. كل مجموعة بتطلع بتوزع على مناطق أو على الأجهزة الأمنية ضمن المنطقة أو على عمال النظافة حسب النظام اللي احنا ماشيين عليه. طبعا مثل ما خبرتك إنه احنا بنكون مقسمين هذا الشيء من قبل بيوم، كل مجموعة بتكون مستلمة منطقة كاملة، بتوصل على المكان اللي احنا عم نشتغل فيه، بتاخذ الكمية وبتطلع بتوزع. نعم. ريم، خلينا نحكي يمكن لكل فعل في له شيء بالمقابل، ان كان نفسي وان كان يمكن شيء بيرجع على الواحد اليوم بالعمل التطوعي ان كان ولا بعمل الخير، وخاصة بشهر الخير، انتم كأشخاص قديش هذا الشيء بيزيدكم من حالة الإصرار والثقة والإرادة والإحساس بالغير أيضا؟ قد ايه هذا الشيء عائد لكم باحساس من العظمه ايضا؟ هلا اول شيء يعني مثل عم تفرحوا غيركم عم تفرحوا حالكم بعمل طبعا الخير. اكيد اول شيء بدنا نقول الحمد لله نحن قدرانين نوصل يعني بهذا الوضع بالبلد، كلنا بنعرف الكل صار محتاج طبعا بتفاوت بيناتهم، ف
فنحن كثير مبسوطين انه نحن بشيء بسيط عم نقدر نوصل لقلوب ناس كثير. يعني نحن فريق ما لنا كثير فتره طويله موجودين على الارض، بس هي المصداقيه قدرت توصلنا ليكون في عنا عدد متطوعين كثير كبير. كثير بننبسط لما نحن بنقول انه نحن بكره مثلا عنا مطبخ بالمنطقه الفلانيه وبحاجه متطوعين يساعدونا لنوصل هي الوجبات. بكون متوقع عدد المتطوعين يعني بين 10 وال 15 شخص غير الفريق الاساسي، فنحن بننزل نلاقي لا في اعداد اكبر من هيك بكثير، وفي ناس دائما جديده عم تجي على المكان لتساعد، دائما عم يجينا اتصالات انه نحن جاهزين نكون معكم. بدي اشكر وسائل الاعلام كثير اجتنا تغطيه كبيره الحمد لله، يعني بعد ما شافوا الشغل او من قبل اصدقائنا الموجودين بكل الوسائل. التعاون الاجهزه الامنيه كان كثير كبير معنا، لانه نحن عم نوزع على فتره الفطور يعني بس يقدم، فانتم بتعرفوا انه هذه الفتره هي في حظر، فكنا كل منطقه نحن موجودين فيها يكون في تعاون مع الجهات المختلفه. واكيد كلكم اخذين الاحتياطات لحتى لحتى الصور ما بتعرفوا حدا من الكمامات ومن الكفوف للتصدي لفيروس كورونا. نعم سبايا، اول شيء الموضوع غذائي وثاني شيء تماما الصحه. نتشكركم وشكرا لكل الناس يلي عم تشتغل معكم، يعطيكم الف عافيه واهلا وسهلا فيك. عافيه قلبك، شكرا كثير. بموسى المسوتي، شكرا كثير لوجودكم معنا.